اهلا بكم في النشرة الرياضية افتتح سعادة السيد هشام بن محمد الجهدر وزير شؤون الشباب والرياضة المبنى الإداري والصالة متعددة الأغراض بنادي النبي صالح وأزاح سعادته الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح المنشأة الجديدة بالنادي والتي تتضمن بناء عمودي لصالتين رياضيتين للكرة الطائرة ومبنى اداريا يحتوي على مجلس وصاله استقبال ونادي صحي وصاله بلياردو وسنوكر ومختبرات كمبيوتر ومكتبه ومكاتب اداريه ومرافق خدميه، وياتي افتتاح المنشات الرياضيه متعدده المرافق في اطار تنفيذ المشاريع الرياضيه في الانديه الوطنيه بما يتوافق مع توجيهات القياده الحكيمه في تنفيذ واقامه وتطوير البنيه التحتيه الرياضيه في الانديه الوطنيه. تمكن المنتخب الكوري الجنوبي من التأهل للمنافسة على المركز الخامس في البطولة الآسيوية السابعة عشر لكرة اليد والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بفرنسا، وذلك بعد فوزه على المنتخب الإماراتي باثنين وثلاثين هدفا مقابل ثلاثة وعشرين، ليحقق المنتخب الكوري الفوز الثالث له في البطولة، فيما سينافس المنتخب الإماراتي على المركزين السابع والثامن. هذا وسيلتقي المنتخب الإيراني بنظيره الكورية الجنوبية حيث تمكن الفريق من التغلب على نظيره العماني في المواجهة التي جمعت بينهما على صالة مدينة خليفة الرياضية إذ انتهى اللقاء لصالح منتخب إيران ب 32 هدفاً مقابل 27 لعمان من جهة أخرى أنهى المنتخب السوري مشواره في البطولة في المركز الأخير بعد خسارته أمام المنتخب الصيني ب 31 هدفاً مقابل 24 ليتأهل بذلك المنتخب الصيني إلى ملاقاة المنتخب اللبناني لتحديد المركزين التاسع والعاشر فيما تكبد المنتخب السوري خسارته الخامسة على التوالي. أجريت بالمركز الإعلامي بالاتحاد البحريني لكرة الطائرة مراسم قرعة بطولة الأندية العربية الرابعة والثلاثين لكرة الطائرة التي ستحتضنها مدينة سوسة التونسية خلال الفترة من السادس عشر لغاية التاسع والعشرين من شهر فبراير المقبل بحضور رئيس الاتحاد العربي الشيخ علي بن محمد آل خليفة حيث اوقعت القرعه ممثله الكره الطائره البحرينيه فريق النصر في المجموعه الثالثه التي تضم الريان القطري سنجل الفلسطينيه الزهراء اللبناني وادي موسى الاردنيه وإلى كرة القدم تمكن المحرق من قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة خليفة الرياضية ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الملكية تقدم بركلة جزاء عن طريق عيسى البري في الدقيقة الحادية والعشرين وعاد النتيجة للمحرق اللاعب علي جمال في الدقيقة الحادية والستين وقبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة أضاف إسماعيل عبد اللطيف الهدف الثاني لفريقه ليرفع بذلك المحرق رصيده إلى 19 نقطة فيما تجمد رصيد الملكية عند 13 نقطة. في المباراة الثانية حقق الرفاع فوزا صعبا على سترة بهدفين مقابل هدف. الرفاع افتتح التسجيل عن طريق السوري محمود المواس في الدقيقة الرابعة قبل أن يضاعف مواطنه أحمد الدوني النتيجة في الدقيقة الثانية والسبعين فيما جاء هدف ستر الوحيد عن طريق أحمد بلايط في الدقيقة الثالثة والسبعين وبذلك رفع الرفاع رصيده إلى ثلاث عشرة نقطة فيما تجمد رصيد ستر عند أحد عشر نقطة أما في ثالث مباريات افتتاح القسم الثاني من الدوري فتمكن فريق لبستي من الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف لبستين تقدم من الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما ريكو وإسراء حموية في الدقيقة السابعة والخامسة والعشرين فيما سجل الأهلي النيجيري أوتشي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والسبعين لينجح لبستين في رفع رصيده إلى 16 نقطة فيما بقي الأهلي على رصيده السابق بأحد عشرة نقطة